بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحديث أخذ المعالم أنه قال 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. 3 hours, 3 different times, not hours, 3 different times. The Prophet صلى الله عليه وسلم prohibited us from praying, making the salah at that time, also from burying our dead at that time. فقال حين تطلع الشمس حتى ترتفع. When the sun is rising until it's all the way up. كما جاء في أحاديث أخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فيما بعد الشروق. So during this time from Fajr when the sun is raising up until it's totally up in the sky, هناك نهي عن الدفن. It's a prohibition on wearing, let alone the salah. وحين يقوم قائم الظهيرة, قائم الظهيرة حتى تميل الشرق, أي من كبد السماء. When the sun is in the middle of the sky, until it inclines, هذا نهي عن الدفن. وحين تضيف الشمس للغروب, وكما جاء في حديث آخر, لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. There's no salah after asr until the sun sets. الصلوات منهيا عنها في هذا الأوقات تحريما. فيما يتعلق بالدفن هي كراهة للتنزيه أنه مكروه ليس حراما. لا بد أننا نعلم هذا. لو حصل ظرفا لا بد أننا ندفن موتانا. This نهي and this prohibition is not that is haram, but that is dislike. And if something happened, anything can happen that we have to bury our dead during that time, then it's permissible. والله سبحانه وتعالى أعلم. الله أكبر.